والآن نبقى مع أبرز ما اخترته اليوم من الصحف، والبداية مع أساس ميديا. كتب دكتور محي الدين الشحيمي: مرحلة سين سعودية فقط. استبشرت قوى الممانعة وبددت القليل من خوفها وارتعاشها مع عودة التواصل بين المملكة العربية السعودية وسوريا في 12 نيسان الجاري بعد عقد من الهجران نتيجة المذبحة السورية. خافت الممانعة على نفسها ورأسها وأذرعها من اتفاق بكين الذي لم يعلم به حزب الله ولا رغب بسماع أخباره التي تحدثت مباشرة عن نشاط إيران خارج حدودها وعن أذرعها العربية في طليعتها حزب الله المسؤول الأول عن الانتفاخ الثوري الإيراني ومدرب الحركات الإيرانية العبثية في المنطقة العربية. تخاف الأذرع من تحولها قرابين مقابل سعي إيران إلى اكتساب شرعية رسمية ومؤسساتية مع العالم العربي. انتهت السين سين في لبنان، سقط جوهرها المؤسس بانقلاب إيراني بين عامي 2005 و2012، لن تعود مجددا. السين السعودية الأولى تغيرت وتفوقت فباتت دولة كبرى ومقررة، وفقدت السين السورية الثانية مقوماتها كلها فلم يعد نظامها محوريا. يقود هذا إلى معادلة جديدة لم يعد فيها لنظام دمشق وصاية على القرار اللبناني ولا مقدرة على دوزنة أزمته. ننتقل إلى الجمهورية. في منشأة الجمهورية: نقلت الجمهورية عن دبلوماسي عربي ملم بتفاصيل الملف اللبناني أن العواصم العربية والخليجية المعنية بالاستحقاق الرئاسي في لبنان وبدفع الأمور نحو استقرار سياسي أعطت ضمنا نوعا من مهلة للدولة الفرنسية من أجل أن تحاول كسر حالة الجمود الرئاسي في لبنان. وذكر أنه يبدو أن هناك نوعا من توجه إلى أنه في حال لم تنجح باريس في الأسابيع القليلة المقبلة في إيصال المبادرة التي قامت بها إلى شاطئ الأمان، فأن الأمور ستنحو في اتجاه أن تكون المساعي والمبادرة هي مبادرة خليجية عربية، لأن هناك إصرارا على الخروج من الشغور الرئاسي في لبنان والاستمرار في المراوحة نفسها لأشهر يضر الواقع اللبناني، خصوصا أن لبنان مقبل على استحقاقات في طالعتها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وفي ظل انهيار لبناني يتواصل. واعتبر الدبلوماسي أنه إذا لم تتمكن هذه المبادرة من تحقيق أهدافها فيجب الانتقال إلى مبادرة أخرى، مع سفير الشمال الذي كتب فيها غسان ريفي: بعد كلام أبو الغيط ما حقيقة موقف بري من دعم فرنجي؟ يطل رئيس تيار المردة سليمان فرنجي في حلقة استثنائية ضمن برنامج هلأ شو مع الزميل جورج صليبي على قناة الجديد مساء اليوم للحديث عن ملف الرئاسة، تقديم لديه من رؤى وأفكار وحلول في حال وصوله إلى قصر بعبدة، وتشير المعلومات إلى اقتراح طرح على فرنجي لتأجيل الحلقة أو ترحيلها إلى موعدها الطبيعي مساء الأحد المقبل، لكنه أصر على أن تكون اليوم، ما يشير إلى أن لدى فرنجي الكثير ليقوله عن المعطيات الإقليمية الدولية التي يمتلكها. تشير مصادر مقربة من عين التين لسفير الشمال إلى أن الرئيس بري يحرص على عدم التداول بالأسماء كثيرا مع المفادين العرب، كون موقفه من دعم ترشيح فرنجي بات معلنا وواضحا، خصوصا أن بري قال قبل يوم واحد من استقباله أبو الغيط في 13 آذار الفائت أمام وفد نقابتي الصحافة والمحررين أنه إذا كان سليمان فرنجي المرشح الذي لا يجمع فمن هو المرشح الذي يجمع؟